قلت له مين انت سعيد؟ قال لي لا انا حزين. لا عريشك ده ليه والله واحده من هيك انت والله واحده من هيك حبيب قلبي حبيبي يا راسي يا هلا شو صار مره خبري لما مره ما بتعرفوا انه سعيد قد ما فكر حاله انه هو الجقل هذيك المره لما كنت قاعده هيك اجى قال انه هو كثير جقل وكان زبط لي كارتو ايه ومن بعد ما طلعت مسكته وشبقته فيه على خلقه مرور رب عليك يا مرور رب انت بعرفك بالمره كنا قاعدين بمطرح بالكافيه يا ابو النعم فات شو انه بده مصاري محشور كتير محروق $20 $20 يسأل من واحد لواحد مدر شو $20 بده فكر بده يشتري شي دواء شغله اخذ $20 مدر مين دبر راح شرى سيجار يا قوية ابو النعم قوية كتير قوية كتير قوية تسعجني جاكيته الحمراء رهيب 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 انجو رهيب مش معقول انا ليك بحبه كتير الصبي بس انا ماري على راسي ناس مهضومين بس مثله لسعيد انا ما شايف اصلا بس يعمل لك بحواجبه هيك قوية عدول قوية كتير معك حق رهيب رهيب يا هلا يا هلا الله يخليك حبيبي قاعدين شو اسمه صاحبك هذا؟ ما هو صاحبي هذا اللي حد ما بعرفه شو ما بتعرفه صاحبك هو؟ لا ما هو صاحبي افتكرته جاي معه فكرته جاي معه مع هو صاحب نعيم بيكون مع صاحبي نعيم ايه هلا شو اسمه هذا صاحبك ايوه طب هذا اللي هذا شو صاحبك هذا؟ لك وين صاحبي؟ صاحبي الصبايا بركي بيعرفك لا يا خيي شو انا ما بعرف انا فكرته جاي معكم مش خطيبة مين؟ خطيب انا فكرته هو جاي معكم له ساعة ونص قاعد معنا عم ما بعرف بركي انا شو بتعرفي انت شو هذا؟ مين هيك؟ هيدا اللي قاعد معنا هيدا اللي قاعد هيك حسيه لا شو بعرفني فيه مش صاحبكم؟ لا حتى هي صاحبة؟ لا انت ولا هي ولا هي ولا انت؟ لا مش لحظة معلم يا عبوس هلا حبيبي عبوس امور ما يمر عليك ظالم خي قل لي انت مع مين جاي لهون؟ ما حدا ليه؟ وشو قاعد فايت لي فيها عبوس وابو النعم وام الرور وعدول وما عدول؟ انت جيت لقيتكم قاعدين قعدت عادي يعني مش جاي مع حدا؟ لا لا ما بتعرف حدا من الموجودين هلا هون عبوس هيك من راسك قاعد معنا وفي سمعت عم بعيط لك عدول وعبس وابو النعم ورور جيت قعدت لقيت قعده حلوه جيت قعدت عادي يعني في شيء؟ وشو مقعدك هون انت بنات؟ بس بدي افهم شغله صغيره لا لا وين بدك يا عبوس؟ والله يا عبوس